جزاكم الله خيرا. الأخت سهى محمد من الخبر تقول: هل يجوز للمرأة إهداء ذهبها إلى صديقة لها أو أمها أو غير ذلك؟ وهل عليها زكاة فيه عندما تهديه؟ جزاكم الله خيرا. إذا أهدته إلى قريبتها فقد خرج من ملكها وصار ملكا للمهدى إليها، وهي التي تقوم بإخراج الزكاة عنه إذا توفرت شروط وجوبها عليها. أما هي فقد انتقل من ملكيتها إلى ملكية غيرها، وانتقلت الأحكام معه. نعم. ربما أرادت فضيلة الشيخ إهداء مؤقتا مثلا، لأن هذا ليس إهداء، هذا عارية. نعم. إن كانت تقصد العارية فإن ملكيته باقية لها، وهي المسؤولة عن ما يجب فيه.